بيقول: سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعر واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وسمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين، ومن سألك فاعطه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترد. بعد كده بيقول لا تقاوم الشر. سمعتم أنه قيل بعين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر. عين بعين وسن بسن دي كانت الشريعة القضائية التي تتخذ في المحاكم وليست في المعاملات الشخصية. يعني لما المسألة تيجي قصاد القاضي يحكم فيها لكي يضع العدل بين الناس يبقى عين بعين وسن بسن، لكن في المعاملات الشخصية ما كانش فيه عين بعين وسن بسن. فسمعتم أنه قيل، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر. ما لغاش الأولانية تركت لأحكام القضاء، لكن في المعاملات الشخصية لا تقاوم الشر. ودي تذكرنا بما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية إصحاح 12، رومية إصحاح 12 بيقول لا تجازوا أحدا عن شر بشر، لا تجازوا أحدا عن شر بشر، يعني ما تجازوش الشر بالشر، اللطمة باللطمة، ولا الشتيمة بشتيمة، ولا الإهانة بإهانة، ولا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء، وإن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. ده الكلام اللي جه في إيه؟ في رومية 12. يعني ما تاخدش حقك هنا على الأرض، ما تاخدش حقك هنا على الأرض، اترك فرصة ربنا ياخد لك حقك، وإن ما خدتش حقك خالص لا بواسطتك ولا بواسطة ربنا يبقى حقك محفوظ في السماء. يعني حقك مش هيروح، لا تاخده على الأرض لا تاخده فوق. في إنسان لازم ياخد حقه دلوقتي ولو يتخانق علشان ياخد حقه. وساعات ما ياخد حق غيره مش ياخد حقه وبرضه يتخانق. حتى في الاجتماعات واحد يجي يقوم واحد من على الكرسي ده عشان هو يقعد بداله، الكتاب ما قالش كده. ما تحاولش انك تاخد حقك هنا، حقك محفوظ. ايضا كلمة لا تقاوم الشر ولا تكافئ اللطمة بلطمة معناها لا تفكر في نفسك وحدك. يعني ما تقولش انا، المسيحية تقولك فكر في غيرك مش تفكر في نفسك. وفي رسالة بولس إلى أهل كورنثوس بيقول عبارة قوية جدا تخش معنا في الموضوع، بيقول إيه؟ المحبة لا تطلب ما لنفسها. لما أنت تنتقم لنفسك يبقى بتطلب ما لنفسك،
لما انت ترد على الإهانة بإهانة يبقى تطلب ما لنفسك، لما تكافئ الشر بالشر يبقى بتطلب ما لنفسك. المحبة لا تطلب ما لنفسها، والمحبة تحتمل كل شيء، برضو قال كده بولس. فالمسيح بيقول احنا مش جايين هنا تتعاملوا كقضاة، اتعاملوا كمحبين. لو انت تشتغل كقاضي تقول عين بعين وسن بسن، لكن لو تشتغل كمحب تحتمل، ولا تطلب ما لنفسك، ولا تكافئ الشر، ولا تاخد حقك على الارض. فانت عايز تتعامل ايه؟ هذا الكلام مش بس جه في العهد الجديد، ده موجود في العهد القديم ايضا. وايه العيب؟ العيب هو ما قاله السيد المسيح لهم شارحا عيوبهم، قال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب، تضلون اذ لا تعرفون الكتب. طب الكتب بتقول ايه؟ الكتب في امثال 20:22 بيقول لا تقل اني اجازي شرا، انتظر الرب فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة للرب، معيار فمعيار زي عين وعين وسن وسن. وفي أمثال 24:29 بيقول لا تقل كما فعل بي أفعل به. طب ده كويس أوي إن في العهد القديم بيقول كده، لا تقل كما فعل بي أفعل به، أرد على الإنسان مثل عمله، ما تقولش كده. يبقى صحيح تضلون إذ لا تعرفون الكتب، لأن في العهد القديم بيقول لك ما تكافئش الشر بالشر، لا تقل كما فعل بي أفعل به. لا تنتقم منه حتى لو النقمة جت عن غير طريقك. يعني إيه؟ يعني في الأمثال برضو 24:17 الكلمة حلوة خالص، قال لا تفرح بسقوط عدوك، لا تفرح بسقوط عدوك، ولا يبتهج قلبك إذا عثر، لأن يبقى كأنك شمت فيه وانبسطت لسقطته، يبقى كأنك انتقمت. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر. أمال تعمل إيه؟ برضو في سفر الأمثال 25:21-22 بيقول إن جاع عدوك فاطعمه خبزا وإن عطش فاسقه ماء. بولس الرسول أخذها في رمية 12 الآية دي، بولس الرسول أخذها في رمية 12، إن جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه. يبقى لا تنتقم لنفسك، لا تنتقم لنفسك، بل لو هو عمل فيك شر اعمل انت فيه خير. وده اللي بيقوله بولس، لا يغلبنك الشر، ما تخليش الشر يغلبك، بل اغلب الشر بالخير. ادي المسيح بيقول لا تقاوم الشر، لا تقاوم الشر يعني لا تدخل في صراع مع الشر، صراع شراني زيه يعني. لا تطفئ النار بالنار، اطفئ النار بالمية، لكن تطفي النار بنار يبقى يديك لطمة تديله لطمة شتيمة قصتها شتيمة، يبقى الحكاية تلفت. المسيح بيقول الكلام ده لليهود وكان معاهم جنود الرومان بيبهدلوا فيهم وشعرين بقوتهم وممكن يسلبوهم ويظلموهم، وممكن جند الرومان يشوف يهود يقول له شل المتاع بتاع ده وصلهولي ويسخروا ميله.
هدول جايين عشان يسمعوا منه ازاي يخلصهم من دول. قال له لا، اللي يسخرك ميل امشي معاه ميلين، ما تعملش الشر بالشر. انا مش عايز راحتك من بره، انا عايز نقاوة قلبك من جوه. انا مش عايز راحتك في هذا العالم، انا عايز راحتك في الابدية. انا عايزك تخش من الباب الضيق، لان هو اللي يوصل للملكوت. الباب الواسع واحد يديك قلم تديله 10، ده الباب الواسع. لكن الباب الضيق انك تحتمل، ده مبدأ جديد. السيد المسيح بيقدم المثالية في التعامل. مفيش حقد انما في مسالمة. وما تخافش، حقك محفوظ عند ربنا. من ضربك على خدك حول له الاخر، مش ضروري انها تؤخذ بمعنى حرفي، مش ضروري تؤخذ بمعنى حرفي، انما معناها ان الذي يضايقك تكون مستعد ان تحتمل منه ضيقة اكتر في قلبك. يعني لا تتذمر على هذه الضيقة، انما تكون مستعد انك تحتمل اكتر. اللي بيسخرك ميل مش ضروري تاخدها بالناحية الحرفية، امشي اتنين، يعني كن مستعد انك تحتمل اكتر، كن مستعد قلبيا انك تحتمل اكتر. خلي قلبك واسع، خلي قلبك واسع. لا يضيق بكلمة، لا يضيق بإهانة، خلي قلبك واسع. وإيه تاني؟ من أراد أن يخاصمك ويأخذ توبك أترك له الرضا أيضا. عايز يتخاصم معك عشان يأخذ توبك، قل له مش بس التوب، خد كمان الرضا. يعني كلها أمور عالمية وأمور مادية، ما يصحش أنك أنت تفقد علاقاتك مع الناس من أجل أمور مادية. لا يصح أن تفقد علاقاتك مع الناس من أجل أمور مادية. هو حالة واحدة تقاوم فيها إذا أراد أن يبعدك عن إيمانك، دي تقف فيها زي الأسد. لكن مجرد ثوب ولا رداء، دي حاجات تافهة لا تستحق منك إنك تثور وإنك تغضب. وملخص الكلام كله إنك تتعامل بالحب مع القريب ومع الغريب. وبيقول من سألك فأعطه، ومن أراد أن يقترب منك فلا ترد. برضو الكلام ده موجود في العهد القديم، وبرضو نقول ليهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب. في سفر التثنية إصحاح 15 آية 7 و8 بيقول لا تقسي قلبك ولا تقبض يدك عن أخيك الفقير، بل افتح يدك له واقرضه مقدار ما يحتاج إليه. والكتاب بيقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجيب الرب له. ده الكلام اللي بيقوله، من سألك فأعطه، من طلب منك فلا ترد. من جهة المساكين، ومن جهة الرهن، نجد في سفر التثنية حاجة تشبه لكده برضو. تثنية 24 من آية 10 لآية 13 بيقول إذا أقرضت صاحبك قرضا ما
فلا تدخل بيته لكي ترتهن رهنا منه. في الخارج تقف، والرجل الذي تقرضه يخرج إليك الرهن إلى خارج. وإن كان رجلا فقيرا فلا تنم في رهنه، رد إليه الرهن عند غروب الشمس لكي ينام في ثوبه ويباركك، فيكون لك بر لدى الرب إلهك. يعني واحد أقربته وادك ثوب ترجحه له قبل الغروب، يبات في ثوبه مهما كان، حتى لو ما جابلكش فلوسك. إذن الرحمة أكتر من العين بالعين والسن بسن. ما تعاملش الناس بالمثل، عامل الناس بالحب. وهذا الكلام يؤيده أيضا ما ورد في إنجيل لوقا على لسان السيد المسيح في لوقا 6:25، بيقول اقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. يعني سلف وما تحطش في مخك ان يرجع لك، سلف وانت ما تحطش في مخك ان يرجع لك. اللي بيستلف منك راجل فقير وجايز ما عندوش يرجع، ادهاله باسم سلفية مش كحسنة، ولو انها مش هترجع وتبقى كأنها صدقة، بلاش تخلي اسمها صدقة، دي تجرح شعوره، خليها سلفية. استلف ومنين ما يكون معاك رجع، وهو مش هيكون معاه، خليها تاخد اسم سلفية، ألطف وأرقى ومعاملة طيبة. اقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. المهم ان يكون قلبك حنين ويكون قلبك طيب في معاملة الناس، وما تعملش بالمثل. انا ليا وليا وليا، ليك صحيح، لكن المحبة لا تطلب ما لنفسها. تنازل عن الذي لك، وثق انك انت لو ما خدتوش على الارض هتلاقيه موجود فوق. واحد استلف منك حاجة يردها لك هنا او ربنا يردها لك هناك، فايهما افضل؟ الافضل قول الرب اكنزوا لكم كنوزا في السماء. يا ريت، ده انت تبقى بتدي هنا على الارض فلوس بالعملة المحلية وتاخدت عند ربنا بالعملة الصعبة في ملكوت السماوات. اقصد الحاجة بتاعت العملة الصعبة اللي ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم يخطر على قلب بشر. انا عايز اقول ملاحظة بسيطة قبل ما انتقل الى احبوا اعدائكم. لا تقاوموا الشر مقصود بيها نقطتين، يعني ملاحظتين اساسيتين. ملاحظة، لا تقاوم الشر بالشر، ده اللي يقصده ربنا، او لا تقاوم بالمثل. تاني نقطة مقصود بلا تقاوم الشر، يعني لا تقاوم الأذى، ولكن ليس معناها لا تقاوم الخطية. فرقوا بين الاثنين دول. مش معناها واحد يقول لا تقاوم الشر ان احنا نسيب الشر ينتشر في الارض، مش معقول الكلام ده وتقول لا تقاوم الشر. فمثلا اذا كان الشر يدفعك الى الخطية لابد ان تقاومه. اذا كان الشر بيدفعك للخطية لابد ان تقاومه. مش يجي بنتي عكسها ولد تقول الكتاب بيقول لا تقاوم الشر وتستسلم ليه، لا، لازم تقاومه. لا تقاوم الشر يعني لا تقاوم الاذى، واحد بيأذيك. لكن اذا حد دفعك الى الشر لابد ان تقاومه. كمان افرض انسان دفعك خارج الايمان، لابد تقاومه. ما تقولش هنا ما تنطبقش عبارة لا تقاوم الشر. كذلك التعليم الخاطئ
والبدع والهرطقات لابد ان الانسان يقاومها، ما يقدرش يقول هنا لا تقاوم الشر. حتى التصرفات المعثرة، يعني اتذكر عبارة اساسية في هذا الموضوع، ان بولس الرسول قال عن تصرفات بطرس الخاطئة: القاومته مواجهة لانه كان ملوما. اذا في بعض مواقف لابد الانسان يقاوم فيها الشر، يقاوم التعليم الخاطئ، يقاوم البدع، يقاوم الهرطقات، يقاوم الخطية، يقاوم الخروج عن الإيمان، وإلا يبقى ما فيش جهاد روحي. فلا بد أيضا إنك تقاوم الشيطان، مصدر كل شر، تقاوم شره. والرسول وبخ أهل العبرانيين وقال لهم: لم تجاهدوا بعد حتى الدم، أم لو تقاوم بعد حتى الدم، مجاهدين ضد الخطية حتى الدم. والكتاب بيقول: لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري بكتوها، يعني قوموها. والرسول أيضا يقول: قاوموا إبليس فيهرب منكم. إذن في أنواع من المقاومات لابد أن نقاومها لكي نحصل على نقاوة القلب ونقاوة الإيمان ونقاوة التعليم. أما الأذى، الأذية اللي بيأذيها لنا الناس، دي اللي قال عليها لا تقاوم الشر، يأذيك زي بعض. ولكن هذا أيضا لا يمنع حاجتين: لا يمنع الدفاع عن النفس، ولا يمنع التقاضي والمحاماة. التقاضي والمحاماة دي مش هنسميها مقاومة بقدر ما نسميها ان احنا بنحتكم لشخص محايد هو القاضي عشان يفصل بيننا. ولذلك بولس الرسول قال: انا امام كرسي ولاية قيصر، انا واقف الى قيصر، رفعت دعواي. طبعا لا تكون الدرجة الاولى، فالإنسان أولا يحتمل وثانيا يحتمل ويصبر وكله. فإذا ما فيش فايدة، من حقه أنه يدافع عن نفسه أو يتقاضي. بس لما يدافع عن نفسه ما يأذيش غيره. في نقطة تانية لازم نقولها، اللي هي حق الله وحق الإنسان. انت ممكن تتنازل عن حقك الشخصي، لكن لا تستطيع ان تتنازل عن حق الله. ففي حق الله لابد ان تقاوم الشر، في حقك ممكن. بس ربنا بيضع درجات امام الناس. الانسان الكامل الى ابعد الحدود ممكن يتنازل عن كل حقوقه، والإنسان اللي مش قادر ما فيش مانع يدافع عن نفسه، يتقاضى، لكن بطريقة روحية ولا يخطئ فيها. وهنا تنطبق الآية، معنى الآية: لا تقاوم الشر بالشر. فممكن مقاومة بس مش بالشر، مش الوسيلة الشريرة. السيد المسيح قاوم الكتبة والفريسيين،
وقال لهم ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين المرائين. قاومهم وأظهر فساد تعليمهم، لكن لما اضطهدوا شخصيا احتمل اضطهادهم، لكن لما قدموا تعليم خاطئ قاومهم. عشان كده قال لهم أيها القادة العميان هنا في التعليم. ففي التعليم لا، مش بس مصرح ليك انك تقاوم، ده واجبك ان تقاوم. وظهرت مقاومة الكنيسة في عقد المجامع المسكونية والمجامع المكانية للقضاء على البدع والهرطقات. اما في الأذية الشخصية فممكن الإنسان يحتمل. المسيح قال بذلت ظهري للجالدين وخدي للناتفين ووجهي لم أمنعه عن خزي البصاق، ده في الأذى. لكن في الإيمان في النقاوة لا بد أن تقاوم. تعليق آخر على عبارة من سألك فأعطه. مفروض أن الإنسان يعطي على طول، لكن لابد أن احنا نضع ملاحظة في الحرص في العطاء. مثلا لا تعطي شخصا شيئا يضره، لا تعطي شخصا شيئا يضره. يعني اذا واحد مجنون طلب منك سكينة تديله سكينة وتقول من سألك فاعطيه؟ لا، انت تعطي له كلمة طيبة وتفوقه، لكن ما تعطيش. زي مثلا الاب الذي يعطي ابنه مالا كثيرا يفسده، كل ما يقول له هات يديله لغاية لما الوضع يضيع وما يعرفش يعيش بعد كده وفي مستقبل حياته ما فيش. صدقوني أعرف أشخاصا تلامذة بياخدوا من أبائهم مرتبات لو اتخرجوا مش هياخدوه، بيطلب بيطلب، ده بعد كده لما يتوظف يبقى مدلل، يقول لأبوه اصرف عليا. فمن سألك اعطيه برضو داخل الوصية. وعموما زي ما قلت لكم قبل كده ان كل وصية تنفيذها داخل الحكمة وتنفيذها بإفراز بحكمة، لكن ما تاخدش الوصايا وتنفذها بغير حكمة. حتى ربنا عمل كده، قال اطلبوا تجد واسألوا تعطى. ومع ذلك لما بولس الرسول سأل صحة في مرضه ربنا قال له لا، المرض كويس ليك ويفيدك، تكفيك نعمتي وخلي ضربة الجسد دي قاعدة لأنها من فايدته. فساعات انت بتطلب حاجة من ربنا وما تجيلكش، تقول له ازاي يا رب، ده انت بتقول اسألوا تعطوا وبتقول من سألك فأعطيه، يبقى الحكاية دي ازاي؟ يقول لك داخل الحكمة وداخل الفائدة، مش مفيد ليك اللي انت بتطلبه. زي ما بيقول تصلون ولا تستجابون لأنكم تطلبون رديا. كويسة الآية دي نطبقها، تصلون ولا تستجابون لأنكم ايه؟ تطلبون رديا. مش ضروري رديا يعني خطية، يعني الحكاية مش مفيدة ليكم، مش نافعة ليكم. لكن إذا كان الطلب صالح ومفيد ليكم يبقى ربنا يقول مهما طلبتم باسمي فهذا أعطيه لكم. وكمان مش أصول تاخد مال الله بتاع المحتاجين وتعطيه للمحتالين، برضو مفروض الحكاية تكون بحكم.
دي في موضوع لا تقاوم الشر ومن سألك فأعطه. أظن أنك تفهم كده تفضل.